إسلامي وإيماني الله الكون وزمن بإسلامي وإيماني الله الكون وزمن. فكان هو صاحب كرامات مشهورة، وذكر أبو حفص البزار في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر جملة من كراماته الكثيرة في أكثر من 7 صفحات، لكن أريد لكم هذه فقط وهي مهمة جدا للغاية. أنه لما جاء الأمراء للخروج إلى التتار في 270، قال لهم إنكم منصورون في هذه الوقعة وإنهم مخذولون. قالوا قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنكم منصورون. فلما أكثروا عليه أقسم لهم أكثر من 70 يمينا، تصوروا أكثر من 70 يمينا إنهم منصورون وإن التتار مخذولون. ما يقوم بهذا إلا رجل أعلمه الله تعالى بوسيلة، وهي نسميها الكرامة نحن، أعلمه الله بوسيلة من الوسائل، إما رأى ذلك في منامه أو وقف في ذلك قلبي الله أعلم. اسمعوا، قال فلما أكثر عليه الأمراء الجيوش من أين لك هذا؟ قال قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم مخذولون هذه المرة ومنهزمون، لا تكثروا علي، هكذا يقول لهم.